توصل، إذا أرادت توصل توصل على الشارع، والشارع مسافة تقريبا حوالي يعني 100 متر مطلوب. يعني الناس أكثريتهم يذبون الزوال يعني على الشارع وتجي السيارات وبعدين تنقلها. إذا تشوف هاي البيوت الشلاشين القديمة كلها تقريبا انتهت. يعني إذا تنتهي إذا تصير هي مكبات مال نفايات، وأنت لو تلاحظ البيوت القديمة إذا توقع إذا تصير مكبة مال نفايات كاملة إذا تصير يعني. يوصل هنا أمانة بغداد مسؤولين أمانة بغداد. بس الشورجي. بس. إي ما يوصلون هنا المناطق باوع. إي. لا أنت تشوف بعينك. شي يوصلون هاي يوصلون هاي وضعية هاي ما يوصل لا هنا لا مناطق الجو مال ابو سيفين كل شيء ما يوصل المنطقة بكل شيء سيء عشان صراحة هاي كانت بغداد هي هاي بغداد هاي بغداد هاي لبت بغداد اي كل شيء بيها سيء لا اكو مي لا اكو كهرباء تشوف الورة انت لو تجي بالليل وتشوف المأساة مال الناس هنا لا تشوف المأساة مال الناس هنا الاطفال ساعة بثنتين بثلاثة اطفال قاعدين بالشارع كهرباء ماكو حكومة تشتغل بس النفسة عمي بس لا تقص هذا الكلام راح شيء الحكومة تشتغل بس النفسة ما تشتغل الشعب كذب هاي بشارع رشيد يطلعون شافوا الاذن العمارة على الشارع واسطات وعلاقات شوف مال واحد مسؤول رمموهن وهذه هنا بحكون على العالم هنا مو بشر احنا عايشين مقبرة ما شاء الله كهرباء موجودة خليها سكتة لا والله والله خليها سكتة تشتغل هنا غير هذا قاعدين هذا كيف اي قاعدين شوف هاي القاعدة قاعدة حتى ما حد يطبل وينك؟ ها؟ وين الكهرباء؟ ترفك لا يسار الكهرباء كل ساعة تطفو وتشتغل. أنتم أصحاب محلات تجيكم قوائم كهرباء. إي. تجيكم توصل؟ توصل إي. إيش قد توصل لك؟ توصل ب 150 200 مرة مو سوى. زين. أكيد تسحب مولد. عندي مولد أنا. إي. حتى المولد عاطلة. ما تلحق. معاملنا قاعدة. معامل الناس شغل الناس قاعد كله قاعد. زين. اليوم هو الاستيراد دمر الشعب. كل الناس بطالع طالع لا شغل ولا عام دين يقولون الغراض من الخارج وهي نتيجة الناس القاعدة طالع تجار بغداد تجار الشورجة نعم تجار الشورجة معروفين على مستوى كلهم انهزموا من تجار الشورجة من الأخير ولا أظل تاجر بيحب كلهم انهزموا ملوا عم الناس ملت أه.